السؤال اللي جاي لي على الخاص يا دكتور، هل عمليات تصحيح الإبصار بالليزر والليزك تؤدي إلى جفاف؟ الإجابة نعم بلا شك، ده معروف إن عمليات الليزر والليزك تؤدي إلى جفاف. السؤال الثاني، لحد إمتى هستعمل قطرات الترطيب؟ ما بين 60-70% من المرضى أقل من 12 شهر بيستعملوا قطرات الترطيب ولا يحتاجوها إلا عند اللزوم بعد تمام السنة. طيب يا دكتور، أي عملية أكتر اللي بتعمل الجفاف؟ هل الليزر ولا الليزك؟ والله كانت عندي مفاجأة كبيرة جدا امبارح، 24,000 عملية تم متابعتهم لمدة سنتين، والقدم البحث ده كانت بنت ستيف شالهورن، أحد أكبر أطباء العيون وتصحيح الإبصار هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعوا المرضى دي جروب، طبعا بيكون هو اللي بيتابع المرضى، وجدوا ان عملية الليزر السطحي اللي احنا كنا معتقدين زمان انها مش عميقة وبالتالي الجفاف بتاعها اقل، لا بالعكس، الليزك كان التئام الخلايا العصبية كانت اسرع والجفاف بعد العملية كان اقل. طيب يا دكتور، هل العملية الحديثة نوعا وهي عملية الفيمتو سمايل فعلا هي الأقل في الجفاف؟ نعم، كل الأبحاث اللي هي ذكرت هنا في المؤتمر أثبتت أن السمايل هي الأقل، وده منطقي لأن العدد الأعصاب اللي في القرنية اللي بيتم قطعها أو التأثير عليها بالليزر بلا شك أقل.